المؤشرات الاقتصادية هي مثل العلامات الحيوية لصحة بلد ما. إنها تخبرنا عن مدى أداء الاقتصاد وأين يكمن قوته وأين يكمن ضعفه. في تونس يعد فهم هذه المؤشرات أمراً بالغ الأهمية، خاصة مع تصدي الدولة لفترة من التحول الاقتصادي والإصلاح. من خلال النظر إلى مؤشرات مثل النمو والتضخم والعمالة يمكننا الحصول على صورة أوضح للتحديات والفرص التي تنتظرنا. سيغطي هذا التحليل تفاصيل المشهد الاقتصادي لتونس ومقارنة عام 2024 بتوقعات عام 2025 ودراسة تأثيرها على حياة التونسيين اليومية. تستخدم تونس مثلها مثل العديد من الدول مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية لمتابعة تقدمها. توفر هذه المؤشرات رؤى حول الصحة العامة للاقتصاد، مما يسلط الضوء على مجالات القوة وتلك التي تتطلب الاهتمام. من خلال تحليل هذه المقاييس يمكن لصانعي السياسات والاقتصاديين اتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز النمو المستدام وتحسين حياة المواطنين. في هذا السياق سنستكشف المؤشرات الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة ومقارنة أدائها في عام 2024 مع توقعات عام 2025. القسم الثاني النمو والتضخم، نقم مقارنة على عام 2000 و2000 مامنسيسينز.